فالجزائر إن شاء الله ستشارك في تحقيق هذه الخطوة الجديدة في تعزيز الأمن القومي العربي من خلال التكوين والتجهيز والتمويل وأجراء أمور لوجستية أخرى من دون تواجد قوات جزائرية خارج التراب الوطني الجزائري. نحن نفكر يعني أنه اليمن لابد أن يرجع إلى حظيرة العالم العربي كقوة فاعلة وكقوة يستعان بها لحل مشاكل في أماكن أخرى في عالمنا العربي في إطار العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي. وبالتالي النصيحة إلى كافة الفرقاء اليمنيين هي أن يعودوا إلى الحوار وأن يقبل بعضهم البعض على اختلاف مشاربهم ومواقفهم السياسية ليبنوا مستقبل يتسع للجميع على أرض اليمن. اليمن الذي حقق معجزة توحيد دولتين في السابق في قدرته اليوم أن يحقق كذلك هذه النهضة النوعية والقفزة النوعية التي ستسمح لأبناء اليمن من التلاقي من جديد في ظل بلد واحد وطن واحد وفي كذلك مد يدهم لبعضهم البعض ورؤية مستقبلية سخية.